ولأول مرة منذ استقلالنا قانون الاستثمار هذا درنا الصلاحية نتاعو لا تقل عن 10 سنوات، ممنوع لعشر سنوات أن تغير فيه فصيلة واحدة باش نعطي اطمئنان للمستثمرين. دونك قانون الاستثمار له بالأقل ديمومة 10 سنوات، نصوص تطبيقية تمضات وتنشرت في الجريدة الرسمية شهر ونص من بعد أول مرة، أصبح الناس مرتاحة. اليوم بدون ما نطلب عندنا ما يقارب 100 طالب أجنبي للاستثمار في الجزائر. عندنا ما يقارب 7000 مستثمر جزائري داخل البلاد وفيهم بعض المغتربين. 7000، أنا ماشيين نحو بالأقل 200,000 منصب شغل بالأقل نخلقها، زيد الضرائب نتاعها اللي تسمح لي باش نلبي الحاجيات الاجتماعية، زيد 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 الحركية، زيد كذا زيد. أنا هذا هو الاقتصاد اللي نبنيو فيه، اقتصاد نتاع أرقام ماهوش اقتصاد تاع شعارات. اقتصاد الاتحاد العام للعمال يقدر يراقب الأرقام، النقابات الأخرى قادرة تراقب الأرقام